بص يا طب جماعة، دكتور، اتفضل. كان عندي سؤال. بس هو الويك اللي فات هيك نزلت السكشن بتاعه؟ لا لسه ما رفعتوش على المود، هرفعه لكم النهارده مع سكشن النهارده ان شاء الله لو لقيت وقت بعد السكشن. طيب تمام. اوكي طيب، بص يا جماعه، النهارده مين احنا عايزين نتكلم على المعادله بتاعه الانديوسد اي ام اف، اللي هي احنا كنا اتكلمنا عنها في السكشن اللي فاتت، وقلنا ان هي بتساوي رقم ثابت في الفاي في الاوميجا. فاحنا عايزين نعرف الرقم الثابت ده بكام. عشان نعرف نتكلم على المعادله دي محتاجين نبص سريعا كده على الكونستراكشن بتاع الدي سي ماشين. بص يا جماعه، الكونستراكشن بتاع الدي سي ماشين يبدا الاول بحاجه اسمها الستيتور. الستيتور ده اللي هو الملفات بتاعه الفيلد بتاعه المكنه، اللي هي كل وظيفتها ان هي تعمل ماجنتيك فيلد. قلت لك الفيلد بتاع الدي سي ماشين يا جماعه عباره عن اسطوانه كده مفرغه، ده الجسم الخارجي بتاع المكنه، ده اسطوانه. والاسطوانه دي يا باشمهندس راكب عليها حاجه اسمها البولز. البولز دي بيبقى كونستراكشن اللي انا برسمه بالاحمر ده يا شباب، كونستراكشن عامل كده. المكنه دي مثلا مكنه فيها اتنين بولز، ممكن يبقى فيه اتنين بولز كمان يبقى المكنه فيها اربعه، ممكن يبقى فيه اتنين كمان المكنه يبقى فيها سته، ممكن المكنه يبقى فيها اي عدد من البولز. المكنه اللي انا برسمها قصادكم دلوقتي دي يا شباب كده فيها اربعه بولز. بصوا يا جماعه، الجزء اللي بالاسود ده اسمه ليوك، وهقول لكم وظيفته حالا. والجزء اللي بالاحمر ده اسمه البولز. بصوا الستيتور ده وظيفته الاساسيه يا شباب ان هو الجسم الخارجي بتاع المكنه، هو اللي بيثبت المكنه، الفريم بتاعي يعني، وراكب عليه البولز. البولز دي شايله الملفات بتاعت الفيلد، ملفات الفيلد. انا باجي على كل بول من دول يا جماعه وبلف كويل، الف كويل، الف كويل، الف كويل. الاربعه كويلز دول بيتوصلوا سيريس مع بعض يا شباب، ويطلع منهم طرفين بس، هما الطرفين دول اللي هم بتوع الفيلد. وتبقى الوظيفه بتاعه البولز يا جماعه ان هي ماونتنج للفيلد. البولز دي بتماونت الفيلد وايندنج. بصوا يا جماعه، البولز دي لما يتلف عليها الكويل او الملفات بتاعه الفيلد بتعمل ماجنتيك فيلد يا شباب. شكل الماجنتيك فيلد زي ما انا راسم بالازرق ده، لو ده نورث بول يبقى ده ساوث، نورث ساوث، والبولز لازم تبقى بالتبادل كده، يعني النورث جنبها ساوث، ما ينفعش اتنين نورث جنب بعض والا التو بولز هيتجمعوا في بول واحده. فيطلع عندي الماجنتيك فيلد يا شباب من النورث يخش في الساوث اللي جنبه، من النورث يخش في الساوث اللي جنبه. يبقى عندي دي المسارات بتاعت البولز بتاعت الفلكس بتاعي يا شباب، كل نورث مطلع فلكس داخل في الساوث اللي جنبه. وبعدين الماجنتيك فلكس ده لازم يقفل كلوزد باس، فدي وظيفه اليوك الثانيه غير التثبيت، ان هي تقفل الكلوزد باس بتاع الماجنتيك فيلد. استاذنكم ثانيه واحده بس ارد على التليفون ده عشان التليفون مهم، معلش يا شباب، وارجع لكم حالا. الو، ايه يا كبير؟
شباب انا رجعت معاكم، الناس سامعيني ولا لا؟ يا جماعه الناس سامعيني ولا لا؟ باشمهندسين سامعين حضرتك، اوكي سامعين حضرتك. طيب، وتبقى الوظيفه بتاعت اليوك يا جماعه زائد ان هي اللي بتقفل، ان هي الماونتنج بتاع البولز والفريم بتاع المكنه نفسها، ان هي اللي بتقفل الماجنتيك سيركت بتاعت اليوك، ده وظيفته. هو الماشين هاوسنج، هو الماشين هاوسنج ده الهاوسنج اللي بيلف بيقفل المكنه كلها. تاني حاجه هو اللي بيقفل الماجنتيك سيركت. تالت حاجه هو الماونتنج بتاع البولز. ده يا جماعه الستيتور او الفيلد وايندنج، والمكنه اللي انا راسمها دي عدد البولز فيها بيساوي 4، والعدد بتاع البولز ده احنا بنسميه بي. بي ده النمبر اوف بولز. طيب تعالوا نتكلم على الجزء الثاني اللي احنا محتاجينه عشان معدل الانديوز دي ام اف يا شباب، اللي هو الروتور كونستراكشن. الروتور بتاع المكنه بتاعتي شكله عامل ازاي؟ بص، الروتور ده اللي هو الجزء الدوار او القلب بتاع المكنه اللي بيبقى جوه البولز، يعني في وسط الاربعه بولز دول يا جماعه بتبقى فيه اسطوانه كده بتلف، هي دي الروتور. والروتور بتاع الدي سي ماشين هو الارميتشر بتاعها. هو عباره عن يا باشمهندس اسطوانه عاديه خالص كده، وانا بفتح في الاسطوانه دي سلوتس. سلوتس يعني ايه؟ باجي افتح فيها مجرى كده بالطول، بطول الاسطوانه كلها دي، كلها كده مجرى مفتوحه يا شباب، وقصادها واحده ثانيه بنفس اللون المجرى الحمراء دي، وباجي في المجرتين دول يا شباب كده اروح لافف الكويل بتاعي اللي هو بتاع الارميتشر وايند. فاحنا عندنا ادي كويل من الارميتشر وايند، والكويل ده ليه طرفين، واحد اتنين. بعدين يا شباب الروتور بتاعي او الارميتشر ما بيكونش فيه كويل واحد يا باشمهندس، الارميتشر بتاعي بيكون فيه اكتر من كويل. فاروح انا جاي فاتح تو سلوتس كمان ولافف كويل تاني باللون الاصفر كده، كده المكنه دي فيها تو كويلز. الف كويل كمان، اربعه، ثلاثه كويلز انا اسف. الف كويل كمان، أربعة كويلز. المكنة دي مثلا كده يا شباب في جوه منها أربعة كويلز، يعني طالع منها يا شباب 8 أطراف، طرفين لكل كويل من دول. الأطراف دي يا جماعة هي اللي بتتوصل على الكوميتيتور عشان يتعمل كوميتيشن للفولت اللي خارج، بدل ما هو اي سي يقلبه دي سي. 8 أطراف دول هم اللي بيتوصلوا على الكوميتيتور. بس يجي عندنا سؤال مهم يا شباب، المكنه دي دلوقتي جوه منها في اربعه كويلز، هوصل الاربعه كويلز دول ازاي؟ بارلل ولا سيريس؟ قلت لك ممكن واحد ياخد الاربعه مع بعض سيريس يا جماعه، ممكن واحد تاني ياخد اتنين سيريس واتنين سيريس ويوصل التو باسز دول بارلل مع بعض، ممكن واحد تالت ياخد الاربعه كويلز بارلل على طول. ممكن اعمل اي كونكشن من الثلاثه دول على الاربعه كويلز اللي عندي يا شباب، بشرط ان لازم الباصز دي او البارلل باصز دي تبقى واحده، يعني ما ينفعش واحد يوصل ثلاثه كويلز وبارلل معاهم كويل واحد، ده كده الكويل الواحد ده هيتحرق، فالكونكشن دي ما تنفعش. لازم البارلل باصز دي تبقى ببعض، يبقى المكنه بتاعتي بالانسد. بصوا يا جماعه احنا كده هنوصل الكويلز دي ببعض ازاي؟ عن طريق الكوميتيتور. دي حاجه مهمه جدا اللي هي طريقه اللف بتاعه الارميتشر. الارميتشر وايندنج يا شباب بتاعتي نوعين، ونوعين بس. النوع الاولاني اسمه لاب وايندنج، يعني لاب ووند روتور، الروتور بتاعي ملفوف لاب. والنوع الثاني اسمه ويف وايندنج او ويف ووند روتر. بصوا يا جماعه في اللاب وايندنج دي ايه؟ رقم اسمه ايه؟ ده هو
عدد البارلل باثز. اللاب وايندنج فيها الاي او البارلل باثز بيساوي عدد البولز، وفي الويف وايندنج البارلل باثز رقم ثابت بيساوي 2. بمعنى يا جماعه على نفس المكنه اللي احنا لسه رسمينها من شويه اللي هي فيها اربعه كويلز، لو انا هلفها لاب وايندنج، قلت لك لاب وايندنج يا باشا، او لو هلفها ويف وايندنج الاول، ما عنديش غير اوبشن واحد، الاربعه كويلز هقسمهم على 2، يبقى كل باص فيه 2 كويلز، يعني انا غصب عني هوصل 2 كويل سيريس و2 كويل سيريس، وهاخد الباص ده بارلل مع الباص ده، يبقى في عندي كده 2 بارلل باصز، باص اللي فوق والباص اللي تحت. لو هوصلها لاب يفرق معايا عدد البولز، لو هنفضل ماشيين على نفس المكنه يا جماعه اللي احنا كنا رسمينها في الاول اللي هي فيها اربعه بولز، هيبقى عدد البارلل باصز بتاعتي باربعه، يعني هقسم الاربعه كويلز على اربعه باصز، يبقى كل باص في كويل واحد بس، يعني هاخد كويل بارلل مع الثاني، بارلل مع الثالث، بارلل مع الرابع، يبقى الاوبشن بتاع الكونكشن بتاعي شكله عامل كده. عندي التيار يخش يتقسم على اربعه بارلل باص. امتى بنعمل اللاب وامتى بنعمل الويف يا شباب؟ بصوا يا جماعه، الويف ده في المكان الفولت بتاعه عالي، والفولت ده مرتبط بالسرعه، يعني ده في المكان اللي السرعه بتاعته عاليه. اللاب وايندنج عشان باصص كتير، يبقى ده في المكان اللي التيار بتاعه عالي، ولان التيار يا باشمهندس مرتبط بالتورك، يبقى ده في المكان اللي التورك بتاعه عالي، هاي تورك ماشين ان هاي سبيد ماشين. ماشي يا شباب؟ ماشي يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس. يعني هما الاثنين هاي سبيد يا دكتور؟ لا، واحده هاي تورك واحده هاي سبيد. تمام. ايه؟ تمام، اوكي يا دكتور. اوكي. بالمعلومات اللي احنا عندنا عليها سريعا بتاعت الكونستراكشن دي يا شباب، كده نقدر نخش ونتكلم على المعادله بتاعت الانديوز دي ام اف. بصوا يا جماعه، الانديوز دي ام اف بتاعتي اللي هي الاي الباك اي ام اف، كنا بنسميها في الموتور وبنسميها الجنريتد فولتج في الجنريتورز. الانديوز دي ام اف دي اللي هي الاي اي، انا عايز احسب الاي اي بكام يا شباب؟ نبدأ الأول كده يا جماعة، ناخد لفة واحدة بس من كويل واحد. قلت لك يا باشمهندس اللفة الواحدة دي ليها أربع رجلين، اللي فوق واللي تحت، يمين وشمال. ولأن اتجاه الماجنتيك فيلد على طول أنا عامل البولز بحيث إن الماجنتيك فيلد يبقى اتجاهه كده، والكويل بتاعي بيلف بسرعة اسمها أوميجا يا باشمهندس. قلت لك والله العظيم كده يا جماعة، الاتنين اللي فوق دول او التو كويلز التو ليجز دول اللي هو اللي فوق واللي تحت، مش هيتولد عليهم اي ام اف، لان دول مهما لفوا يا باشمهندسين هم بيلفوا في نفس الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد، بيوازي الفيلد، فمش هيتولد عليه اي ام اف. قلت لك يا باشمهندس انت الاي ام اف اللي هتتولد عندك هتبقى على رجل اليمين ورجل الشمال بس. قيمه الاي ام اف دي كنا خدناها زمان قوي كده، المعادله بتاعت الانديوسد فولتج اللي هي ان دي فاي باي دي، لما يبقى سلك واحد بيتحرك كنا عرفنا ان الانديوسد فولتج دي بتساوي بي في ال في الفيلوسيتي، بي في ال في. بصوا يا جماعه، دي الانديوس دي ام اف على الكوندكتور الواحد من المكنه دي. تعالوا نبدا نشوف بقى البي ال في دي هنجيبها ازاي. قلت لك يا باشمهندس تعالى ناخد واحد بس من الاثنين دول اللي هو الكوندكتور ده. الكوندكتور ده انا هسمي الطول بتاعه L، وهسمي الطول بتاع الكوندكتور اللي فوق R. انا اسف، الراديوس بتاع بتاع الكوندكتور اللي فوق R، يعني الطول 2R. هقول لكم ليه سميتهم L و R دلوقتي. L ده هو لينس المكنه، L ده هو طول المكنه كله يا شباب، ده كده كله هو L، والديامتر بتاع اسمه دي او الريديوس اسمه ار، والطول بتاع الدراع ده يا شباب هو الديامتر او الريديوس اللي هو 2 ار. يعني ال ده هو اللينس، التوتال لينس بتاع الماشين بتاعتي، وال2 ار دي او الار الواحده هي الريديوس بتاع الروتر. بصوا يا جماعه،
دلوقتي يا شباب الفيلوستي بتاعتي، الناس بتوع ميكانيكا قالوا لي ان هي لما تبقى روتيشنال فيلوستي وانت عايز تحولها للينير فيلوستي فدي بتساوي اوميجا في ار. يعني السرعه يا جماعه اللي هي بتاعه الكوندكتور ده، او السرعه اللينير اللي الكوندكتور ده هيتحرك بيها، السرعه اللينير اللي الكوندكتور ده هيتحرك بيها واللي الكوندكتور ده هيتحرك بيها يا باشمهندس هي اوميجا في ار. يعني معادله الاي بتاعت كل كوندكتور ممكن اكتبها ب في ال في الاوميجا في ار. اول حاجه بصوا دي كده الانديوسد اي ام اف لكل كوندكتور عندي. احنا عندنا في المكنه حاجه اسمها الزد، الزد دي هي التوتال نمبر اوف كوندكتورز. يعني مثلا لو المكنه بتاعتي اللي فاتت دي فيها اربعه كويلز، كل كويل عدد لفاته 100، يبقى المكنه دي يا باشمهندسين فيها 4 في 100 ب 400 لفه. 400 لفه ده كده عدد اللفات، وكل لفه فيها 2 كوندكتورز، يبقى المكنه دي كده يبقى فيها 400 في 2 يعني 800 كوندكتور. الزد ده التوتال نمبر اوف كوندكتورز اللي هم الطوال دول يا شباب اللي هم بطول المكنه. لو بصيتوا على السرعه، السرعه بتاعت الرجل الشمال داخله جوه الصفحه، السرعه بتاعت الرجل اليمين خارجه من الصفحه، يعني الفولتات بتاعتي اللي هتتولد يا جماعه هتتجمع على بعض، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. ده بتاع لفه واحده، عندي ان لفه يا شباب، يبقى هضرب بقى عدد الكوندكتورز دي في بعض، اللي هو اجمعهم على بعض يعني، يعني هضرب الانديوز دي ام اف بتاع كوندكتور واحد بعدد الكوندكتورز كلها. بس خد بالك يا باشمهندس مش عدد الكوندكتورز كلها، عدد الكوندكتورز اللي في الباص الواحد. لان انا دلوقتي لو عندي مكنه فيها اربعه كويلز وبلفها لاب، هيبقى عندي يا شباب الباص الواحد فيه كويل واحد بس، فانا عايز اجيب عدد الكوندكتورز اللي موجوده في باص واحد بس. عدد الكوندكتورز يا باشمهندس اللي موجوده في باص واحد بس تبقى بتساوي الزد على عدد البارلل باص. الكلام ده مضروب في البي في ال في الاوميجا في ار. وخد بالك دي كده دلوقتي يا باشمهندس بقت التوتال انديوسد اي ام اف اللي هي اسمها اي اي. عشان نوصل الفورم النهائيه بتاعتها يا شباب، احنا عارفين ان الفاي ان البي انا اسف بتساوي فاي على الاريا. نرجع للشكل بتاع الاستيتور تاني يا جماعه، كل بول من دول واخده ربع المكنه، يعني المساحه اللي قصاد الفلكس بتاعتها يا شباب هي ربع مساحه المكنه، ربع السايد اريا بتاعت الاسطوانه بتاعت الروتور يا باشمهندس. والسايد اريا بتاعت الاسطوانه بتاعت الروتور هي 2 باي ار في ال، ده كده التوتال سايد اريا بتاعتي، ده التوتال اريا بتاعت المكنه، تقسمها على عدد البولز عشان تعرف المساحه بتاعت كل بول. ناخد بقى البي نعوض بيها في المعادله دي يا شباب، يبقى الاي بتساوي زد على ايه؟ البي هي عباره عن فاي اوفر 2 باي ار ال على بي. في عندي على بي، في عندي هنا ال في اوميجا في ار، ونبدا نطير بقى الار اللي فوق مع الار اللي تحت، ال اللي فوق مع ال اللي تحت. هنطلع البي دي فوق يا جماعه ونوصل للمعادله كده بتاعت الانديوسد فولتج اللي انت مطالب انك تبقى عارفها او تبقى حافظها. زد التوتال نمبر اوف كوندكتورز في بي عدد البولز اللي في المكنه على 2 باي ده رقم ثابت في الـ A اللي هي الـ parallel passes مضروب في أوميجا في فاي. بصوا يا جماعة عدد الكوندكتورز اللي جوه المكنة ده رقم ثابت، وعدد الـ parallel passes برضه رقم ثابت، وعدد البولز رقم ثابت، و2 باي ده رقم ثابت. فعلشان كده الزد في B على 2 باي A هو ده الكونستانت اللي اسمه K مضروب في الاوميجا في الفاي او في الفاي
في الام. ماشي يا جماعه؟ فالكونستانت كي بيساوي عدد كوندكتورز، التوتال نمبر اوف كوندكتورز في لا في البي اللي هي التوتال نمبر اوف بولز على 2 باي اي اللي هي النمبر اوف بارلل باس. وخدوا بالكم احنا لما كتبنا المعادله بتاعت التورك قلنا ان التورك الديفلوبد تورك بيساوي كي في اي في الفاي في اي اي، فالكي دي يا جماعه هي نفس الكي اللي هناك، هي برضو بتساوي زد في بي على 2 باي اي. الكونستانت اللي موجود في معادله الانديوس دي ام اف هو نفس الكونستانت اللي موجود في المعادله بتاعه التورك. ماشي يا شباب؟ تمام تمام يا جماعه، تمام. الناس فاهمه ولا لا؟ فاهمين يا شباب ولا لا؟ فاهمين يا دكتور. جميل. طيب نخش يا جماعه على اكزامبل كده على الموضوع ده. في مساله قلت لك عندك فيها التوتال نمبر اوف كوندكتورز ان دي سي ماشين ب 500 كوندكتور، والفلكس بتاعي ب 3 ملي ويبر، والمكنه دي بتلف بسرعه 3000 ار بي ام. احسب الانديوسد فولتج. قلت لك يا باشمهندس عشان تحسب مساله زي دي المفروض المعادله بتاعه الانديوسد فولتج، بص انت اول ما تشوف الزد او التوتال نمبر اوف كوندكتورز اعرف انك هتستخدم معادله الانديوسد فولتج اللي هي زد في بي على 2 باي اي في الفاي جيفن في الاوميجا. نبدا واحده واحده كده في المساله دي يا شباب. اول حاجه هو مش مديني الاوميجا، هو مديني الان، وانت لازم تكون عارف يا باشمهندس ان الاوميجا بتساوي 2 باي اقسم على 2 باي ان على 60. نضرب الان في 2 باي ونقسمها على 60، فالمعادلة دي هيبقى شكلها عامل كده يا شباب. هشيل الأوميجا وأحط مكانها 2 باي إن على 60. طيب نبدأ نعوض يا جماعة كده. هتلاقي إن الزد جيفن، الفلكس جيفن، الإن جيفن، لكن البي لأ والإي لأ. بصوا المسائل دي لازم أديك فيها عدد البولز وعدد البارلل باسز. البولز ممكن تبقى جيفن، يعني ممكن اقول لك المساله دي فيها اربعه بولز يبقى البي باربعه، المكنه دي كانت سته بولز يبقى البي بسته. الاي ما بتديهالكش جيفن كده دايركت يا باشمهندس، الاي تديها لك جيفن كده تقول لك المكنه يا اما لاب وايند لاب ووند روتور يا اما ويف ووند روتور. بصوا لو ويف ووند روتور هيبقى الاي ب 2 وساعتها لازم اديك عدد البولز، لكن لو لاب يا جماعه ودي المساله دي كانت مدياني فيها زياده على الحاجات دي ان المكنه لاب ووند روتور، اللوتور بتاعي ملفوف لاب، ومعنى لاب يا جماعه ان البي بتساوي الاي، فانا ما يهمنيش عدد البولز بكام ولا يهمني عدد البارل باسز بكام يا باشمهندس، لان في الاخر الاثنين دول يروحوا مع بعض في اللاب ووند روتر. فيبقى المعادله بتاعتي اقدر اعوض فيها على طول لان معايا كل حاجه فيها 500 2 باي البي طارت مع الاي اللي تحت، بعد كده فاي اللي هي 3 10 باور نيجاتيف 3 في 2 باي في 3000 على 60. لا 30 فولت. ايه 30 فولت تقريبا حسبتها. اه الرقم ده على عهد زميلكم يا جماعه، ما اعتقدش ان هي 30، اعتقد اكتر شويه. اه 30 عشان لا صح، ماشي تجيب 30.
بص يا جماعه، لو كنت في المساله دي قايل لك ان المكنه ويف مش لاب، خد بالك ان انا كده لازم اديك عدد البولز بكام. ماشي يا جماعه، ماشي يا شباب، تمام. اوكي. الحته بتاعت الانديوسد فولتج دي يا جماعه تيجي تعويض مباشر كده، والحاله الوحيده اللي هتستخدم فيها معادله الانديوسد فولتج اللي هي احنا لسه عاملين لها اثبات من معلش شويه. يا دكتور، هي ب 75 مش ب 30. اه ماشي، 75 ده مور رياليستيك، ده حقيقي اكتر. ماشي، الحاله الوحيده اللي هتستخدم فيها المعادله بتاعه الزد بي على 2 باي اي دي يا شباب، او المعادله بتاعه عدد الكوندكتورز دي، ان الزد تكون جيفن. لو الزد مش جيفن يبقى مش هتستخدم المعادله دي، ولو الزد جيفن اعرف انك لازم تستخدم المعادله دي يا باشمهندس. ماشي يا شباب، ماشي يا جماعه. طيب اوكي، بصوا انا خلصت اللي عايز اللي احنا محتاجين نعمله النهارده في سيكشن النهارده. ففي اي حد مش فاهم حاجه، او في حاجه واقعه من اي حد فيكم؟ ايه يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. طيب بصوا، في اكسترا بروبلمز كده الدكتور هتنزلها لكم، يعني احنا مش هنحلهم لان هم افكارهم قريبه شويه من اللي احنا بنحله، وهتنزلها لكم غالبا غالبا هنطلبها منكم كاساينمنت. فانا هعدي كده على شويه افكار يعني هقول لك عليها، عشان لما تقراها في الاكسترا بروبلمز دي تبقى عارف انت بتتعامل مع ايه. بصوا، في مساله من مسائل الاكسترا بروبلمز دي بتتكلم على السرعه بتاعت المكنه، واحنا عرفنا ان عشان نتعامل مع السرعات بتاعت المكنه فانا بحل بالمعادله بتاعت الريشيو زي ما عملنا السكشن اللي فات والسكشن اللي قبله. الحاجه الزياده بس في المساله دي ان هي قالت لي المكنه شغاله ات كونستانت تورك. يعني ايه السطر ده يا جماعه؟ قلت لك والله يا باشمهندس السطر ده ليه معنى واحد بس، والمعنى ده تقدر تستنتجه لوحدك من غير ما اقوله لك، لو انت عارف ان الديفليكتنج تورك بيساوي رقم ثابت في الفاي في الاي اي. الكي ده رقم ثابت، والمكنه عشان كانت في المساله دي سيبريتلي اكسايتد يعني الفلكس كمان رقم ثابت. فلما يبقى الديفليكتنج تورك ده كونستانت، ده معناها ان هي بتقول لك ان المساله دي كانت الاي اي فيها هي كمان كونستنت. فهي بقى قالت لك ان الفولت الاكسترنال اتغير، وما قالتلكش الاي اي حصل فيه ايه، بس انت استنتجت ان هو كونستنت لان هي قالت لك المكنه شغاله ات كونستنت ديفلوبد توك. ماشي يا جماعه، ماشي يا شباب. تمام. طيب بصوا، اعتقد دي الفكره الوحيده اللي ممكن تبقى مختلفه يعني عن اللي احنا حليناه، او دي الجمله الوحيده اللي ممكن تبقى موجوده في الاكسترا بروبلمز دي مش شبه الشيت اللي فات او حاجه احنا ما شفناهاش بس قبل كده، لكن بقيه الاكسترا بروبلمز كلها هتعرفوا تحلوها وغالبا هنطلبها منكم كاساينمنت. انا كده خلصت سيكشن النهارده خالص، فانا هبوز الريكورد ونشوف لو حد فيكم عنده اي اسئله في التيوتوريال بتاع النهارده، ونشوف لو في وناخد الغياب كمان. وناخد الغياب. بصوا انا هاخد الغياب الاول، وبعد ما اخده يا جماعه هنشوف وقت الاسئله. ف زي المره اللي فاتت كده، اللي هنده اسمه ده معناها ان انا خدت الغياب بتاعه، اللي مش هنده اسمه معناها ان انا ما خدتش غياب. احنا في الاسبوع العاشر. عبد الرحمن علي احمد الاكحل عمرو درغام عمرو ناجي
معلش يا دكتور، اتفضل. هو سمير كان موجود ولسه طالع حالا. طيب حالا لسه طالع. هو اتفضل تمام. ياد هو شلون صحيح بتنادى على اللي موجودين ولا اللي مش موجودين؟ اللي موجودين تمام. فرح، حسن، عاصم، مكرم، مروان، هشام، محمد، أحمد، إسماعيل، محمد هشام، محمد مؤمن، مصطفى، ياسر، نور الدين، عمر، أيمن، وعمر، رزق، سمير. ما سمير موجود يا ابني. سمير ومروان، محمد صلاح، عبد الرحمن، نبيل، انا شفت فجأة لفت يا دكتور، ما عشان كده قلت. أحمد عادل. طيب دول الناس اللي أنا يعني، في حد من الناس اللي قاعدين ده ما يسمعش اسمه دلوقتي؟ طيب في أي حد عنده أسئلة يا شباب؟ يا جماعة في حد عنده أسئلة؟ هو الكويز لحد فين يا دكتور؟ إيه؟ الكويز لحد فين؟ الكويز لحد فين؟ لحد الدي سي. الدكتور بعت لكم يا جماعة، بعت لكم الكويز بتاع الأسبوع ال 11 اللي هيبقى في المعمل لحد الدي سي. يعني أذاكر لحد الفيديو ده اللي هو اللي إحنا لسه واخدينه؟ آه. تمام. طب الترانسفورمر داخل ولا لا؟ ما الدكتور بعت لكم في الريكورد يا جماعه. تمام اوكي. اسمعوا الريكورد اللي عجبني الواتساب. هو هيبقى في اللاب الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله. قبل ما تسالوا على الكويز، في حد عنده اسئله في السكشن ده؟ ماشي، اللي عايز يسال على الكويز بقى قول لي، كنت بتسال عليه تاني. طيب يا جماعة ماشي، هعتبر سكوتكم ده إن محدش عنده مشكلة في السكشن. مع السلامة يا شباب.